في مصر وبعد ثورتين نادوا بالعدالة الاجتماعية، يبدو أننا لازلنا نعاني من حالات تمييز ديني. ما حدث في العمرية بالأمس ما هو إلا نموذج، أو خلال اليومين الماضيين ما هو إلا نموذج لهذا التمييز اللي تم فيه اتهام مواطنين مصريين مسيحيين بتهمة الصلاة بدون ترخيص، وكأنهم لازم كانوا ياخدوا تصريح مسبق من مباحث الأديان السماوية. هل العبادة تحتاج إلى تصريح أو ترخيص؟ إذا كان المسلم بيفرش في أي حتة في الأرض ويصلي، هل المسيحي لا يملك هذا الحق؟